الخدمات يزيد من معاناة المواطنين في النجف، على الرغم مما تشهده المحافظة من دخول ملايين الزائرين إليها، فإن أزمة نقص الكهرباء والماء ما تزال قائمة حتى اللحظة، دون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة من قبل المسؤولين. المناطق الشمالية بالنجف وخصوصا مناطق اللي تشهد ذروة زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، نعاني من قلة تجهيز الكهرباء وكذلك عدم وجود المياه، وإن وجدت فهي مياه مالحة. نتمنى من الجهات الحكومية وخطة عمليات زيارة الأربعين تجهيز هذه المناطق. مثل ما تعرفون أن هاي إحنا مناطقنا نستضيف الزوار بشكل يومي، وهذه الأيام اللي الخمسة الأواخر من اقتراب زيارة الأربعين استضافتنا للزوار المياه مالحة وقلة تجهيز الكهرباء. ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد طلب كل عام في موسم الزيارة على مادة الثلج، وفي هذه السنة شهدت النجف ارتفاع أسعار الثلج إلى 3 أضعاف سعره الطبيعي، مما أجبر بعض أصحاب المواكب إلى قطع مئات الكيلومترات لشرائه بأسعار مناسبة. بالنسبة للثلج، صعود الثلج بالنسبة للمواكب وتغطية للمواكب من أجل الزوار، ليش نقول إحنا فقرة الثلج صارت من 1500 إلى 5000 6000 دينار؟ بغض النظر بعض المواكب هي جاية تغطي بصورة طبيعية ومتبرعة، لذلك إحنا فقرة التنويه إلى الجهات الرقابية قبل موعد الزيارة، المفروض توجه هذا الموضوع بشكل صحيح وتؤدي هاي الأمور بشكل طبيعي وتهيئ الأمور بالنسبة للثلج والماي وتفاصيل الزيارة. جو حار وسحب المواكب، يعني سحب كلش قوي على اللود على الثلج، وأسعاره صاعدة، اكو ناس يبيعون غالي، النفوس تعبانة، يعني يستغل هذا الشيء ويصعدون الثلج، وقاعد يوصل القالب أكثر من 4، لأن اكو ناس تعبانة وتبيع غالي كلش، وسحب تدري مواكب كلها سحب الثلج وهي أيام الزيارة. ويرى مراقبون أن أخطاء السنوات السابقة ما تزال تتكرر حتى اللحظة، دون مراعاة من قبل المسؤولين المحليين للظروف التي تمر بها المحافظة خلال أيام الزيارة. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة.